تعرض الإعلامي أحمد الهواري لحادث مروع نتج على إثرها تحطم سيارته، ونشر أحمد الهواري صور سيارته على صفحته الشخصية. ده الإعلامي أحمد الهواري. وده صور العربية بعد الحادث المروع. وإزاز العربية كمان مكسر، والإيرباك كمان اتفتحت. على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكتب: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ودي صور الإيرباك، العربية مكسرة. جدير بالذكر أن أحمد الهواري يقدم برنامج وشوشة مع الإعلامية إيناس الليسي على شاشة قناة النهار. ده كان استضاف معتز الدبرداش. جدير بالذكر أيضا أنه في يونيو 2015 احتفلت النجمة عبير صبري في جو أسري وعائلي للغاية بخطوبة شقيقتها الصغرى الإعلامية الشابة مروة صبري، مقدمة برنامج صباح الورد، والذي يعرض على قناة تن على الصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير موقع مجلة وشوشة. ودي صور الخطوبة معهم مع عبير صبري. مروة عندها دي صور لطيفة كانت بينهم. مرموري شقيقة عبير صبري هي الإعلامية المصرية مروة صبري، مقدمة برنامج عيشها صح على قناة صدى البلد، وقالت أنها تتعلم من شقيقتها الكبرى الفنانة عبير صبري كل شيء. دي الإعلامية مروة صبري، الشقيقة الصغرى لعبير صبري. دي صورتهم مع بعض. عبير صبري قبل وبعد الحجاب. مشيرة إلى أنها دائما تشجعها وتقدم لها النصائح التي تفيدها في عملها، وأضافت أنها رفضت الكثير من العروض لدخولها مجال التمثيل. مرجعة ذلك إلى حبها الشديد لمهنتها كمذيعة لدرجة العشق، مما يجعلها لا ترغب في امتهان أي شيء آخر. هذا بالإضافة إلى نصائح عبير لها بعدم خوض هذه التجربة، وذلك نظرا لصعوبتها من كافة النواحي النفسية والعصبية، وكذلك للمخاطر التي تواجهها الممثلات من شائعات أو غيرها، حيث ترفض عبير أن ترى شقيقتها الصغرى تتعرض لمثل هذه المخاطر. عبير صبري في صور مختلفة. وإليكم حوار للفنان عبير صبري مع أحد المجلات المشهورة تكشف فيه أسرار حجابها وحياتها. ما حقيقة ما تردد حول مرورك بأزمة نفسية والتي على إثرها اتخذت قرارك بخلع الحجاب؟ تقول بعصبية شديدة: هذا أمر شخصي، وبعدين من قال للصحافة إني أمر بحالة
نفسية سيئة. ولماذا تربط وسائل الإعلام بين خلع الحجاب وارتدائه ووجود أزمة نفسية؟ أنا أتذكر أني بعد أن ارتديت الحجاب طرح علي أحدهم نفس هذا التساؤل المستفز، وهذه حريتي الشخصية وليس لأحد دخل بها. قبل الحجاب وبعد الحجاب. قلت في أحد تصريحاتك الصحفية أنك ملك للجمهور، والآن تطالبين الجمهور وتطالبين بعدم التعرض لحياتك. نعم قلت ذلك، لكني كنت أقصد أنني ملك للجمهور في حياتي الفنية فقط، كما أن الإعلام بكل وسائله يحاول الضغط علي في محاولة لمعرفة سبب قراري بخلع الحجاب. وأنا أعيد القول أنها حياتي أنا، ويا ريت ترحموني وتسيبوني في حالي. اسمحي لي أن قرارك هذا أثار الوسط الإعلامي كله. لا أعرف إذا كانت ستكون أحلى أم أسوأ، المهم أني اتخذت قرار أنا راضي عنه، فأنا إنسانة صريحة مع نفسي جدا، والحجاب عاقب من مسيرتي الفنية.